ما في داعي تقلبي خلقتك فيني هيك يا قدرية خانو. أنا قلتي اللي بدي أقوله وأنتي قلتي اللي عندك. بس أنتي هيك عم تظلمي يا لنارين معك، لا توقفي بطريق البنت حرام. أنتي لشو بدك تصلي يا سعاد؟ ها؟ أحكي بصراحة ولا تلفي وتدوري، شو بدك من الآخر؟ أنا رحت لعند فرات على أساس أخوه الكبير ولساوي الواجب. هو قال لي أنا ما بحكي شي طول ما خالتي ما قبلاني، مع أنه أنا شايفة كنتك يلي من اسطنبول مسمح لها كل شي ونارين بس ممنوع عليها. أنت عارفانة ولك سعاد شو عم تحكي وتخبصي؟ شو قصدك بهالحكي؟ أنا بعرف شو عم بحكي وبعرف منيح شو شفت. الواضح إنه كنتك الأرملة ملاحقته لفرات، أصلاً الكل هون عم يحكي عن هالشغلة. إيه، اليوم أنا شفتهم بعيوني وهنن مع بعضهم. ليش حضرتك عم تغضي نظر عنا طول الوقت؟ ونارين ما بتسمحي لها أبداً. بالنهاية هالشي عيب. جيبي مي مرت عمي. فرات وين ما كنت هلأ وشو ما كنت عم تعمل؟ ترك كل شي من ايدك وبسرعة كون عندي بسرعة. شبكي خالتي رؤي؟ نحنا اصلا جايين. شوفي خالتي طريقة حكي مو عجبتني. يلا بسيطة، ما في حدا بيتحمل اللي تحملته. النسوان اللي هون بيكونوا هيك؟ يعني قصدك نسوان المدن ما بيكونوا هيك؟ لا انت غير شي، انا لما بشوف قوتك بندهش انك من هنيك.